ولاية وهران تعرف 29,000 أكثر من 29,000 مترشح لهذه الدورة، منهم 8,270 مترشح حرا موزعين عبر 92 مركز إجراء عبر كل تراب الولاية، منهم أو منه مركز يخص المترشحين بمؤسسة إعادة التربية. تم تسخير 8,635 مؤطر لتأطير هذا الامتحان من رؤساء مراكز ومن أساتذة حراس وأعضاء الأمانة وملاحظين من خارج الولاية. الله يوفق كاع الممتحنين وإن شاء الله يكون امتحان سهل وكما تناول الجميع. إن شاء الله ربي ينجحهم كاع، وأي واحد عيا وتعب وكاع ربي ينجحهم إن شاء الله ويكون معاه.